مرحب بحضراتكم مرة تانية وكعادتنا خلينا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وبدأ الرئيس السيسي رحلته بالمدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الشريف وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج. امبارح كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض المقترح المقدم من إحدى الشركات العقارية لإنشاء برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحجم استثمارات مباشرة تصل إلى مليار دولار. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومن المقرر أن يصل الرئيس للمدينة المنورة حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل لمكة المكرمة لبدء مناسك الحج. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض المقترح المقدم من شركة ماجنوم العقارية لإنشاء برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المبشر نحو مليار دولار، وبيأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية اللي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مبنى بارتفاع 250 متر يحافظ على البيئة ويقلل من الانبعاثات الكربونية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لتطوير منظومة التعليم والتأهيل الطبي رفيع المستوى داخل المؤسسات الطبية بالقوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية، شهدت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تجديد الاعتماد كمركز تعليمي وتدريبي للكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأيضاً اعتماد معهد الطب البحري والأعماق ومعهد طب الطيران والفضاء العسكري كمراكز متميزة في مجالات التعليم الطبي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الأكاديمية العسكرية المصرية احتفلت بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وده بالتنسيق مع وزارة العدل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي اللي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اللي أشار فيه لكافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم الثلاث الموافق 25/6/2024.